بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في المحاضرة السادسة بمشيئة الله حنكمل بقية الاقترانات. لدينا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الاقتران لكثيرات الحدود. اليوم حنبدأ بالاقتران النسبي. الاقتران النسبي طبعا الاقتران النسبي أو الدالة الكسرية، في الحقيقة احنا نستطيع كتابته بهذا الشكل: f of x وتساوي h of x على g of x، طبعا بشرط المقام لا يساوي الصفر، بشرط المقام لا يساوي الصفر. فهذه شكل الدالة الكسرية. طيب نأخذ بعض الأمثلة كتوضيح. مثال، حنأخذ مثال على شكل الدالة الكسرية، وبرضو حنأخذ كيف نوجد مجال هذا الاقتران. أول سؤال: ما هو مجال كل من الاقترانات؟ ما هو مجال كل من الاقترانات الآتية؟ مثلا رقم واحد نبدأ به، مثلا نبدأ بالدالة الآتية. رقم واحد f of x تساوي x زائد واحد على x ماينس واحد. رقم اثنين نأخذ الدالة مثلا f of x هو تساوي اثنين x على x تربيع زائد واحد. ثلاثة f of x وتساوي x 2x ماينس 2 على الجذر التربيعي على x تربيع ماينس 4. طيب نبدأ بالدالة الأولى الكسرية. الحل نبدأ برقم واحد. طبعا مجال الدالة الكسرية هذه أمامنا حتكون معرفة لجميع العدد الحقيقة باستثناء اللي على المقام الصفر. حنقول الدالة هو رقم واحد، الدالة أو الاقتران، الدالة أو الاقتران، ممكن نسمي الاقتران أو الدالة، f of x معرفة بشرطه، بشرط المقام لا يساوي الصفر. يعني بالتالي نروح نشوف القيمة اللي تجعل لي المقام بصفر. فالقيمة اللي حتجعل لي المقام بصفر، لو أخذت المقام أو هذا المقام يساوي x ماينس 1. متى يكون هذا المقام بصفر؟ عندما x بواحد. يعني لو أخذت، لو قلت x ماينس 1 يساوي صفر، إذا الx يساوي 1. إذا القيمة التي تجعل المقام بصفر x بواحد. يعني لو حطيت هنا x بواحد المقام صفر، البسط ما فيش أي مشكلة. ما فيش أي مشكلة، كثير حدود وبالتالي ما فيش أي مشكلة. المقام المشكلة فقط عند الواحد. إذا حقول مقال الدالة f of x
لي المسألة واحد، هو جميع الأعداد الحقيقية، حنقول إيه؟ حنقول جميع الأعداد الحقيقية باستثناء الصفر، هو جميع الأعداد الحقيقية باستثناء الواحد، باستثناء الواحد. ليه؟ لأنه لو حطيت هنا إكس بواحد بيبقى رقم صفر، وبالتالي راح يعمل لي مشكلة أو اكتبها بهذا الشكل. هنقول إذن المجال R فرق واحد أو باستثناء الواحد. طيب إذن هذا هو المجال، هذا التوضيح. طيب نجي لي المسألة رقم إيه؟ رقم اثنين. المسألة رقم اثنين، طبعا المسألة رقم اثنين إكس تربيع زائد واحد. ما دام في عندي هنا إكس تربيع، أو لو حطيت إكس بصفر البقام واحد ما فيش مشكلة. طب لو حطيت إكس بسالب واحد مش هيعمل لي مشكلة، لأنه حيتربع، حيبقى مربع سالب واحد بواحد، واحد زائد واحد إيه؟ واحد زائد واحد حيساوي اثنين. وبالتالي المجال هنا ايه؟ وبالتالي في هذه الحالة حيبقى عندي المجال جميع الأعداد الحقيقية. إذن رقم اثنين، رقم اثنين البسط ما فيه أي مشكلة، لكن مثلا لو جينا لي المقام فإكس تربيع زائد واحد، هل يوجد عدد لو حطيته هنا حيدي لي الناتج بصفر؟ لا. إذا هذا المقام باستثناء يعني في الأعداد المركبة، هذا تفرق. إذا المقام لا يوجد عدد حقيقي يجعل المقام بصفر. إذا نستنتج إيه؟ إذا المجال جميع الأعداد الحقيقية R، جميع الأعداد الحقيقية. إذا المجال، مجال هذه الدالة جميع الأعداد الحقيقية R. طيب نشوف برضه إيه؟ نشوف ايش بقى لنا. المسألة رقم ثلاثة، المسألة رقم ثلاثة f of x وتساوي، احنا كاتبين 2x ماينس 2 على x تربيع ماينس 4. طبعا البسط هنا ما فيش اي مشاكل خالص في مسألتنا، ما في مشاكل خالص بالبسط، المشكلة في المقام. طبعا احنا الجذر لما يكون في عندي جذر تربيعي، المجال لهذا الجذر التربيعي ان يكون ما تحت الجذر اكبر او يساوي الصفر لو كان في البسط. يعني هو لو كان عندي الجذر هنا في البسط، عندي هنا المجال هنا التفاح هذه اكبر او يساوي الصفر، يعني ما ينفعش يكون تحت الجذر عدد سالب. طب لو كان هذا الجذر في المقام، حقول هذه التفاحة أكبر من الصفر، ما دخلش المساواة لأنه موجود فين؟ في المقام. وهذا الكلام ينطبق على إيه؟ هذا الكلام حينطبق على مسألتنا. يعني بالتالي حنقول إيه؟ حنقول الاقتران، هذا المعطى هو الاقتران معرف بشرط ايه؟ بشرط المقام لا يساوي الصفر. هذا اول كلمه اقولها، بشرط المقام لا يساوي الصفر. طب انا عندي في المقام في جذر، اذا المفروض الذي تحت الجذر يكون ايه؟ اكبر من الصفر.
طبعا ما ينفعش اكتب يساوي لانه القدر موجود فين؟ في المقام. واروح احلل هذا المقدار، واروح احلل هذا المقدار، او ادرس الاشاره، ادرس الاشاره. طبعا احنا عاوزين ايه؟ يعني المجال عاوزين الحاجات ايه؟ الموجبه، يعني عاوزين الناتج هنا يكون موجب. طيب طبعا احنا بامكان نحله كان باكثر من طريقه باستخدام القيمه المطلقه، لكن ماشي انا هحاول امشي مع الكتاب اللي موجود معكم. طيب انا هروح اقول ايه؟ ليكن اكس تربيع يساوي 4، ومن هنا اكس تساوي زائد او ناقص 2. اذا عندي الجذور زائد او ناقص 2، ادرس الاشارات بين الاثنين وخارجهما. هروح هنا ايه؟ عندي هنا سالب 2، هنا عندي 2. احنا طبعا نريد المنطقه التي الاشاره فيها هي داله، هذه الداله موجبه. طيب في الحقيقه احنا الاشاره بين سالب 2 و2 سالبه. في قاعده تقول ايه؟ الاشاره بين الجذرين عكس معامل اكس تربيع، وهنا ايه؟ حيبقى موجب. لو نريد نتاكد عادي نتاكد، نروح ناخذ قيم. مثلا لو اخذنا بصفر وحطينا صفر حيدي لي عدد سالب. ناخذ مثلا حاجه قريبه من الاثنين، واحد مثلا 3 انصاص، وحطينا هنا حيدي لي الناتج ايه؟ سالب. اذا احنا المنطقه اللي نريدها هذه. اذا المجال، يعني ممكن نعبر عن المجال، نقول المجال هو عباره من سالب ما لا نهايه الى سالب 2، وعند سالب 2 ناخذها مفتوح، اتحاد من 2 الى ما لا نهايه. او نقول المجال هو العدد الحقيقي باستثناء هذه المنطقه. اذا نستطيع نكتب المجال بشكلين. اذا حنقول المجال، اذا المجال، اذا المجال نستطيع نكتبه بشكلين. نقول من سالب ما لا نهايه الى حد سالب 2، ونخليها مفتوحه من عند سالب 2، لانه لو حطينا هنا سالب 2 حيبقى 4، 4 ناقص 4 0، وهذا المقدار موجود في المقام، ما ينفعش الكلام هذا. اتحاد من 2 الى ما لا نهايه، برضه نخليها مفتوحه من الاثنين، او نكتبه بهذا الشكل، جميع الاعداد الحقيقيه باستثناء هذه الفتره. اذا حنكتبه يا بهذا الشكل يا بهذا الشكل، يعني حنقول ار باستثناء او ناقص، لحظه ما نكتبش حواصر هنا، فتره، انه فتره عندي. اذا اما اكتب بهذا الشكل، يعني المجال جميع الاعداد الحقيقيه واشيل هذا وارميه، او اقول اتحاد هذه المنطقه وهذه المنطقه، لان احنا نريد المنطقه الموجبه، لان احنا قايلين الداله معرفه بشرط هذا المقدار اكبر من الصفر. اذا نريد الجزء الموجب والسالب نرميه. طيب لدينا مثال في الحقيقه بسيط هنا للرسم، يعني مثال كما قلت في المحاضره السابقه، عشان نرسم الامثله بدقه اكثر نحتاج ندرس سيره سلوك هذه الداله، وهذا السلوك حيدرس ان شاء الله لسه في محاضرات قادمه. مثلا طلب مننا ارسم المنحنى للاقتران الاتي. عندي داله كسريه f of x ويساوي 2x على x تربيع زائد 1. الحل. طيب طبعا احنا مطمنين هنا المقام مش حيساوي الصفر خالص، لانه عندي هنا اكس تربيع زائد. طبعا لو كانت اكس تربيع ناقص لا في مشكله، لكن اكس تربيع زائد ما في عندي عدد احطه محل الاكس ويقع على المقام بصفر. لو حطيت سالب 1 حيبقى سالب 1 سالب 1 موجب 1 دي الاثنين، حطيت اكس بصفر وهكذا. طيب وللرسم بالامكان نروح واخذين ايه؟ نروح ناخذ نقاط، نروح ناخذ نقاط. مثلا اف 0 عند الاكس بزيرو، اروح معوض عن الايه؟ اروح اعوض عن الاكس بزيرو، هنا 0 زائد 1
طبعا حيدي لي زيرو على واحد، اذا الناتج بايه؟ بزيرو. اذا عند اول نقطه معاه حتكون زيرو زيرو، وراح اعملهم بجدول وهكذا. مثلا خلينا احنا ناخذ اف واحد، حاخذ ثلاث نقاط بس اوريكم كيف نعوض. حاخذ اثنين في واحد على واحد تربيع زائد واحد، ويساوي اثنين في واحد باثنين، واحد زائد واحد اثنين، هيدي لي ناتج واحد. إذا النقطة الثانية إيه؟ عندما إكس بواحد، الإف بكم؟ بواحد أيضا. آخذ مثلا، حاخذ يعني على يمين الصفر وعلى يسار الصفر. طبعا هذه الطريقة يعني نوعا ما عشان بس نحتاج نرسم، نحتاج نقاط كثيرة. طيب إف سالب واحد برضو راح معوض هنا بالدالة. هيبقى عندي اثنين وأشيل الإكس وأحط بالدالة سالب واحد، سالب واحد تربيع زائد واحد. يعني عندي سالب اثنين على اثنين سالب واحد. إذا صورة سالب واحد هتبقى سالب واحد وسالب واحد. وآخذ وعلى هذا المنوال نروح إيه ونعمل جدول مثلا ونعوض، وبعدين إيه مثلا أنا في عندي الجدول هاخذه كما هو اللي موجود معانا في الكتاب. عندي هنا إكس وهنا صورتها. فعندي في الكتاب اكس بثلاثة صورتها، يمكنكم تحسبوها ستة على عشرة، وبعدين اكس بي مثلا اكس باثنين وصورتها بعشرة. بنفس الكيفية نحسب الصور، نروح نعوض تعويضاته. ثلاثة واثنين واحد، لما قلنا بواحد الصورة بواحد، لما قلنا بصفر الصورة بصفر، وسالب واحد أو حسبناها اديني الصورة بسالب واحد وسالب اثنين. طبعا عيب الأسلوب هذا إنه يحتاج نقاط كثيرة، بعكس لما ندرس إن شاء الله بعد كده إيه بسالب ثلاثة حدي لي إيه سالب ستة على عشرة. طيب وروح هذه النقاط أوصلها مع بعض أحصل على المطلوب. يعني كان المفروض أعمل هنا. طيب هيبقى هنا سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، وهكذا. طيب وراح أخذ النقاط مثلا عند صفر وصفر اهي، وعند مثلا صفر وصفر اهي، واحد واحد هيبقى مثلا هنا، وسالب واحد سالب واحد هيبقى هنا، وهكذا، واثنين الى حد ايه الى حد طبعا حاخذ اثنين ثلاثة ماشي. بعد كده اروح ايه اوصل بين هذه النقاط. طبعا واضح من الرسمة كل ما اتجهت برا القيمة حتقول الى الصفر، حتقول الى الصفر. طيب ننتقل إلى اقتران مهم جدا. طبعا نأخذ برضو العمليات الحسابية، لما نجمع كسرين نجمع نسبتين، نفس فكرة الكسور زمان لما كنا نجمعها ماشي، نأخذها لأنه نواجه هذه الأشياء في حساباتنا في تخصصنا. أحيانا نواجه بعض. طيب إذا هنقول إيه العمليات الحسابية على الاقترانات النسبية. طيب أول عملية، عملية الجمع
والطرح. طيب حنحاول نوضحها من خلال ايه؟ من خلال بعض الأمثلة. مثلا هنأخذ مثال. في هذا المثال مطلوب مننا ايه؟ نوجد في هذا المثال مطلوب مننا ايه؟ إيجاد قد ناتج مايلي. طيب عندي مثلا اكس زائد واحد على اثنين اكس ماينس خمسة زائد ثلاثة اكس زائد واحد على اكس ماينس اثنين. عاوز اجمع نسبتين، وهذا في الحقيقة نواجهها في واحنا ايه؟ طبعا في اكثر من اسلوب في الحقيقة للجمع، في اكثر من اسلوب حتى نجمع. فانا بالامكان ايه؟ بالامكان اتبع مالي، يعني نفس طيب هاخذ البسط البسط المقام هنا والمقام هنا، اروح كاتبهم بهذا الشكل 2x ماينس 2x ماينس 5 وx ماينس 2. طبعا زمان لما كان عندي ارقام كنا نقول ناخذ ايه الرقم اللي يقبل القسمه. طيب فانا اخذت هذا الحد واخذت هذا الحد، بعدين اعمل ايه؟ بعدين اتبع مالي، اروح اقول ايه؟ هذا المقدار قسمه هذا المقدار، حيروح 2 اكس ماينس 5 مع هذا، ويتبقى ايه؟ اكس ماينس 2 اضروب في اكس زائد 1، اذا حيبقى عندي اكس ماينس 2 في اكس زائد 1. وبعدين هذا المقدار على هذا المقدار حيروح اكس ماينس 2، ويتبقى من 2 اكس ماينس 5، اروح ضاربه في 3 اكس. نحقق 2x ماينس 5 في 3x زائد 1. أو في طريقة أخرى، أنا أخذت هذا في هذا وحطيتهم هنا في المقام، بعدين أقول الحد الأول هذا عبارة عن الحد هذا في هذا الحد زائد هذا الحد في هذا الحد، وأرجع إيه؟ أرجع أبسط العمليات هنا، أبسط على قد ما نستطيع. خلاص حطبق الضرب، احنا كنا في المحاضرات الماضية ضربنا كثيرات الحدود، حضرب هنا وحضرب هنا وجمعهم واضرب هنا، احصل حكتب الناتج مباشرة، وبإمكانكم ايه تتحققوا من هذا الناتج اهو ماينس اكس ماينس 6 3 اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 4. اذا الضرب هنا احنا سبق ايه وضربنا قبل كده ضرب كثيرات الحدود، لكن الجمع الكسرين اهو جديد علينا في هذه المحاضره. اذا حنقول حنخذ هذا القوس وهذا القوس ونحطهم هنا، بعد نضرب هذا في هذا وهذا في هذا، نعمل في الحقيقه في الطرح نفس القصه، بس ننتبه للاشارات. يعني لو كان عندي هنا الطرح ماينس حيبقى هنا ماينس، حيبقى هنا ماينس، ننتبه للاشارات. طيب نشوف الضرب، يعني لو عندي كاس اقتران نسبي في اقتران نسبي، اذا رقم اثنين حنقول ايه؟ رقم اثنين اللي هو ايه؟ الضرب. اذا الضرب، طيب الضرب لو كان عندي مثلا ثلاثة اكس زائد 2x زائد 3 على x زائد 1، ورحنا ضربناه في x ماينس 2
على 3x بلس 4. طيب اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. طبعا احنا زمان كنا ايه نختصر، لو في حاجه تقبل الاختصار هنا ولا هنا وهكذا، لكن هنا ايه اللي حنعمله بالضبط، حضرب البسط في البسط والمقام في المقام، وطبق نفس الاشياء اللي درسناها اثناء ضرب كثيرات الحدود، لذلك حكتب الناتج مباشره. نكتب الناتج مباشره، حدي لي 2 اكس زائد 3 على اكس زائد 1، حيعطيني 2. طبعا الجمع هنا 2 اكس تكعيب، هذا حق ناتج الضرب، معذرة هذا الناتج نحطه هنا. اما هنا حيعطيني ايه 7 اكس ربيع ماينس 14 اكس ماينس 7 على 2 اكس تربيع ماينس 9 اكس زائد 10. هذا الناتج في الحقيقه حق ناتج الضرب. طبعا انا لان الضرب احنا قد ضربنا قبل كذا كثيرات، ضربنا قبل كذا كثيرات الحدود، لذلك حكتب الناتج مباشره. هذا الناتج نفس هذا الناتج 2 اكس تربيع ماينس اكس ماينس 6 على 3 اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 4. طيب نشوف القسمة، نشوف القسمة. هذه عملية بسيطة ومهمة جدا. طبعا لاحظوا في كل محاضرة نحتاج لمعلوماتنا في المحاضرات السابقة، يعني الرياضيات في الحقيقة كل معلومة مبنية على معلومة سابقة. إذن 3 القسمة، طيب كيف نتعامل مع القسمة؟ مثلا عندي إيه 3 إكس زائد 2، عندي هنا إكس تربيع زائد 1 قسمة إكس ماينس 2 x بلس 5 على x تربيع. إذن عندي 3 x بلس 2 على x تربيع بلس 1 قسمة x بلس 5. طيب اللي عمله بالضبط بنفس العملية اللي كنا ندرسها زمان، أحول القسمة إلى ضرب وأقلب هذا المقدار. إذن حيبقى عندي 3 x زائد 2 على x تربيع زائد 1 واقلب القسمة، حول القسمة إلى ضرب واقلب إيه المقدارين، هنا حيبقى إكس تربيع على إكس زائد 5، واضرب بعدين زي عملية الضرب، البسط في البسط والمقام في المقام، وهذه ضرب كثيرة في حدود إحنا قبل كذا إيه نفذناها. حيبقى 3 إكس تكعيب زائد 2 إكس تربيع، وهنا حضرب الاول اكس تربيع في اكس اكس تكعيب وهكذا واجمع، حيدي لي اكس تكعيب زائد 5 اكس تربيع زائد اكس زائد 5. وبكذا ايه عرضنا في الحقيقه العمليات الهامه في حاله ايه في حاله الاقتران النسبي. طيب ننتقل الآن إلى اقتران مهم جدا، اللي هو إيه؟ اللي هو اقتران القيمة المطلقة، اقتران القيمة المطلقة، أنقل عليه absolute value function، absolute دالة القيمة المطلقة أو الاقتران القيمة المطلقة. طيب طبعا اقتران القيمة المطلقة هو اقتران مقاله الأعداد الحقيقية، يعني المدخلات أعداد حقيقية،
مقاله المقابل الأعداد الحقيقية الموجبة مع الصفر. إذا الاقتران المدخل حقه إيه؟ هذا الانبوت لي الآن. طبعا حنرمز لي القيمة المطلقة بهذا الرمز، والمخرجات حتبقى الأعداد الحقيقية الموجبة مع الصفر، يعني R بلس اتحاد صفر. إذا المقياس كاميرا تصور تطلع لي الحاجات إيه؟ أي مدخل سالب موجب، المهم ينتمي إلى الآر. المخرج لابد يكون يا عدد موجب يا صفر. طبعا وتعريفها بهذا الشكل نعرفها. إذا هذا الرمز، هذا رمز إيه؟ الرمز القيمة المطلقة. طيب حنعرفها ازاي؟ حنكتبها بهذا الشكل. طيب اذا قلنا المدخل عدد حقيقي، عدد حقيقي قد يكون موجب سالب صفر الى اخره، لكن المخرج حيكون في عندي قيمتين. المخرج يعني ممكن يكون قيمتين. لو كان المخرج عدد موجب، يعني لو كان المخرج في حالة اكس اكبر او تساوي صفر هيبقى بإكس. طيب لو المخ في حالة إكس، طبعا هذه المدخلات الإكس هذا مدخل، لو كان المدخل موجب خلاص يخرج كما هو. لو كان المدخل سالب نضربه في سالب. إذا هذه القيم اللي هنا إيه؟ هي المدخلات. القيم اللي هنا هي المخرجات. إذا المدخلات كما اتفقنا هنا ممكن تكون موجب سالب صفر أي حاجة، هذه المدخلات. المخرجات لو كان المدخل عدد موجب أو صفر يخرج كما هو، لو كان المدخل عدد سالب لا نضربه ونروح ضاربينه في الإيه؟ في السالب. نأخذ أمثلة. طبعا إحنا نستطيع نكتب هذا التعريف بهذا الشكل أهو. إف هذه الدالة المطلقة، قلنا خلاص المقال حقها R، المخرج أو المقال المقابل حيبقى الأعداد الحقيقية الموجبة اتحاد صفر. إذن هذا حنقول المقال للدالة المطلقة، هذا المقال المقابل. طيب نأخذ أمثلة بسيطة جدا لتوضيح هذه الدالة. مثال لو كانت، إذا كانت f of x أو تساوي مقياس x المطلوب التالي، أو جرين رقم واحد أو a عاوزين صورة الواحد، رقم ب عاوزين صورة سالب اثنين، رقم سي عاوزين صورة واحد، آخر حاجة دي عاوزين صورة. طيب إذا رقم واحد عاوزين اف واحد، يبدو في طلبين فقط، إذا لدي طلبين عاوزين ايه؟ اف واحد. الحل اف واحد حرحة طائه هنا واحد، المدخل هنا موجب إذا يخرج كما هو. طيب F سالب اثنين، المدخل سالب، وأنا قال هنا إيه؟ قال إيه في حالة السالب، في حالة لو كان المدخل عدد سالب لما طلعه برا أضربه في سالب. إذا السالب اللي هنا حروح ضاربها أهو في سالب، إذا الناتج دي لي كم؟ اثنين. لكن في حالة لو كان موجب يطلع كما هو. طيب برضو ال f of صفر بصفر. إذا عندي ثلاث حالات توضح لي كيف نتعامل معها. طيب احنا خلاص عرفنا مقياس x أو دالة القيمة المطلقة. طيب نأخذ أمثلة نتعلم فيها كيف نعيد تعريف
بعض الاقترانات باستخدام المعلومات الموجودة لدينا، أو مثلا أعد أو أعدي تعريف كل من الاقترانات الآتية. رقم واحد f of x يساوي x، مقياس x، وهذا خلاص عرفناه. رقم اثنين f of x تساوي x تربيع. رقم ثلاثة f of x وتساوي x زائدا x ماينس اثنين. رقم أربعة f of x مقياس x على x. الحل طبعا ما دام فيها دالة قيمة مطلقة، لما نجي نعيد تعريفها حنعيد تعريفها حتكون معرفة بفرعين، دلالة فرعين. واحد خلاص خلصناها قبل قليل، نقل اثنين. اف اكس يساوي اكس تربيع، طبعا في هذه الحالة خلاص القيمة المدخلة هنا عندي مربع الاكس، لأن الاقتران التربيعي موجب، خلاص الاقتران التربيعي موجب، لذلك اهو f of x x تربيع حتطلع لي ب x تربيع. التعليل الاقتران لأن الدالة هذه x تربيع موجبة، دالة اقتران موجبة. طب نقول ثلاثة f of x يساوي x زائد x ماينس اثنين. طيب طبعا احنا هنا لما عدنا تعريف الاكس اخذنا الاكس وحطيناه هنا، وبالتالي لما تكون في عندي قيمة مطلقة قيمة مطلقة ونريد نعيد تعريفها، هذه القيمة المطلقة هنا تفاحة، وأريد أعيد تعريفها، أخذ الحاجة اللي موجودة هنا كلها قوة ورعيت تعريفها بهذا الشكل، حقول حتخرج التفاحة كما هي لو كانت هذه التفاحة أكبر أو تساوي الصفر. طب لو كانت التفاحة أقل من الصفر أروح ضارب هنا في إيه؟ في ماينس. إذا أي حاجة هنا كلها نأخذها ونعملها بهذا الشكل. يلا أهو، إذا هنا حيبقى في عندي التعريف حيبقى فرعين. طيب الفرع الأول حيبقى ايه؟ طبعا الاكس ما فيش مشكلة، هذه تكتب كما هي الاكس اللي هنا. لكن هنا حروح فاكك هذا اخرج هذا المقدار كما هو، هذه التفاحة واحطها هنا. وحقول بشرط التفاحة اكس ماينس اثنين اكبر او يساوي الصفر. الفرع الثاني اكس كما هي، لكن التفاحة اللي هنا حقول حضربها في سالب. امتى؟ لو كان x ماينس 2 اقل من الصفر. اذا انا لما اعيد تعريف القيمه المطلقه راح اخذ الداله كامل اللي موجوده هنا قوه واحطها هنا كما هي ولا اعمل فيها شيء. لما هذا المقدار هذه التفاحه احنا نعتبر التفاحه، اذا هذا المقدار ايه اكبر او يساوي الصفر فحكتبها كما هي، انا اخذتها زي ما هي وحطيتها هنا. طيب لو هذا المقدار أقل من الصفر إذا حروح ضاربه في سالب وأعمل قوس لأنه حضرب فيه الكل. نبسط الآن، نحاول نعمل تبسيط. إذا هذا حيساوي أجمع هنا x زائد x باثنين x ماينس اثنين، ونقول سالب اثنين للطرف الآخر لأن دي متراجحة. إذا حنقول سالب اثنين للطرف الآخر حيبقى x أكبر أو تساوي اثنين. طيب هنا x ماينس x حيروحوا مع بعض، ماينس في ماينس بلس يبقى 2. إذا هذا امتى؟ ورحنا ناقل السالب 2 للطرف الآخر بإشارة مختلفة. وأكون أكملت مسألة، أعد تعريف هذه الدالة وهذا الاقتران. طيب نجي لأربعة، f of x يساوي مقياس x على x.
رقم واحد، ما دام في عندي مقياس إذا في عندي فرعين مباشرة. ما دام في عندي في مقياس، لما أفك المقياس أو أعيد التعريف أو أعمل له إكسباند أو أنشره، أو لابد يكون في عندي فرعين. طبعا اللي قوة المقياس إكس فقط، إذا حيبقى عندي هنا إكس أكبر أو تساوي الصفر، هنا عندي إكس أقل من الصفر. في حالة إكس أكبر أو تساوي الصفر تخرج كما هي اللي تحت المقياس، هذه تكتب كما هي عادي، ما فيش مشكلة. طيب في حالة إكس أقل من الصفر، القيمة اللي قوة المقياس حضربها في سالب، حيبقى سالب إكس على إكس، وأبدأ إيه؟ أبسط أكثر وأكثر وهكذا. أبسط، إذا هذا حيساوي إكس على إكس بواحد في حالة إكس أكبر أو تساوي صفر، وإكس على إكس بواحد هنا عندي إيه؟ سالب واحد في حالة إكس أقل من الصفر. وبالتالي هذه العمليات في الحقيقة حنحتاجها بعدين لما ندرس في التفاضل والنهايات والاتصال، فلا بد تكون هذه المعلومات حية وموجودة لدينا. طبعا في نقطة هنا مهمة جدا لما تنبهنا لها، وهي في هذه المسألة ما ينفعش أدخل المساواة. إذا حاشتبر المساواة هذه ليه؟ لأنه إكس موجود عندي هنا في المقام، ما ينفعش. إذا حشيل المساواة، نشيل المساواة. طيب برضه لو عوضت بالصفر حيبقى صفر على صفر، من ثم حكتفي به بالتعريف. طيب نتعلم برضه ايه رسم المنحنيات للدوال المطلقة. مطلوب هنا نرسم، ارسم المنحنيات للاقترانات الآتية. رقم واحد f of x وتساوي مقياس x. رقم اثنين f of x وتساوي مقياس x تربيع. رقم ثلاثة f of x، يعني الدوال الاقترانات اللي عرفناها قبل قليل. طيب الحل، هنبدأ بواحد، طيب طبعا واحد ما فيهاش حاجة زائد أو ناقص أو كذا، هتكون أبسط بكثير. طبعا لما نجي نرسمها نعيد تعريفها، واحنا عرفناه خلاص قبل قليل، مش حنشرح. اكس اكبر او تساوي صفر، وسالب اكس في حالة اكس اقل من الصفر. طيب في هذه الحالة لما نجي نرسم ناخذ النقاط التالية، تعالوا نصورها مع بعض. يلا حنرسم، نركز في هذه الدالة البسيطة عشان ايه؟ خلوني اخذ ثلاث قيم، سالب واحد وصفر واحد، وبعدين نحطهم في جدول. أو لو بديت بإف واحد، حيبقى إف واحد مقياس واحد، طبعا الواحد أكبر من الصفر، إذا يخرج كما هو. إف أوف زيرو عند النقطة بزيرو أو مقياس زيرو، الزيرو موجودة هنا، تخرج كما هي، لأنه هحط الإكس بواحد هنا، هحط الإكس بواحد. طيب الإف سالب واحد أو مقياس سالب واحد، طبعا لأن هذا العدد أقل من الصفر، ففي حالة أقل من الصفر هذا العدد نضربه في إيه؟ في سالب. إذا أنا حنضربه في سالب، وأكتب السالب واحد هنا كما هي، إذا الناتج واحد. وهذا يتفق مع الكلام اللي قلنا قبل قليل، المدخلات للدالة القيمة المطلقة أو اقتران الاقتران للقيمة المطلقة، المدخلات أعداد حقيقية، موجب سالب صفر، لكن المخرجات يا عدد حقيقي موجب او الصفر. ما ينفعش يعني كاميرا القيمه المطلقه ما تطلع ليش حاجه سالبه، الصوره حقها موجبه او صفر. طب اذا هذه اهم النقاط، الان نروح نعمل الجدول التالي اهو، هذه ثلاث نقاط، وبعد كذا ايه عندي هنا اكس، وهنا اف اوف اكس للداله المطلقه. احنا بدأنا من الصفر،
إذن الصفر بصفر، والواحد بواحد، والسالب واحد بسالب بواحد. ما ينفعش في دالة القيمة المطلقة، طبعا لما تكون القيمة المطلقة لوحدها هنا ما ينفعش الصورة هنا في هذا الصاد تطلع إيه؟ تطلع سالبة. نأخذ طيب أهو مقياس اثنين، حديلي اثنين، ثلاثة حديلي ثلاثة، أربعة برضه هنا سالب اثنين، هيعطيني ايه؟ هيعطيني اثنين موجب. ثلاثة هيعطيني ثلاثة، سالب أربعة هيعطيني ايه؟ أربعة. إذا الصورة حتكون ايه؟ حتكون فوق. الصورة حتكون ايه؟ لو رسمنا بهذا الشكل، عندي هنا اكس، عندي هنا واي. مثلا عندي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة. ونجي إيه؟ ننفذ هذا الجدول. فالصفر هي صورته هنا، الواحد صورته بواحد، الاثنين صورته باثنين، الثلاثة صورتها بثلاثة، وبالتالي هو حصلت على خط مستقيم. نفس الحكاية هنا حيدي لي إيه؟ نفس الصور، لأنه بصوا معايا نفس الصور، بالتالي حيعطي لي برضه إيه؟ هذا الخط المستقيم. إذن من الرسم نوضح، أو لاحظوا المدخلات أو اللي على محور إكس، أعداد حقيقية سالبة وموجبة وصفر، لكن المخرجات فوق، المخرجات فوق، واحد اثنين ثلاثة، يعني أعداد حقيقية، أعداد حقيقية موجبة، المخرجات أعداد حقيقية موجبة. طيب نجي للمسألة رقم اثنين، قال لي اف إكس، خلاص احنا عرفنا قبل قليل إكس تربيع اللي بإكس تربيع، وهذا احنا شرحناه امس بالتفصيل. هذا عباره عن، حيكون عباره عن ايه؟ بارابولا. هذا عباره عن بارابولا او متماثل حول، تريدوا الجدول برضه شوفوا عندكم موجود في الكتاب. طيب اخر فقره وننتبه لها، اللي ايه؟ رقم ثلاثه، اف اوف اكس وتساوي اكس زائد اكس ماينس 2. احنا خلاص عرفناها، مش حنعيدها في كل مساله. احنا في البدايه عرفناها، او في المساله السابقه كم طلعناها؟ طلعنا الناتج كان عندي ايه؟ طلعناها بايه؟ ب2 اكس ماينس 2 عندما اكس اكبر وتساوي 2، وب2 عندما اكس اقل من 2. فانا حرسم فرعين زي ما رسمت الان، حرسم فرعين. طبعا خلاص ما تفرقش لهنا خالص، الان انا حتعامل معاه هنا، حتعامل مع النتيجه الموجوده امامي. طيب قبل ما نكون جدول حنتعلم حاجات بسيطه. لما نجي نرسم واي يساوي ثابت، هذا ثابت، ازاي نرسمه؟ حنرسمه بهذا الشكل، هذا اكس وهذا واي، وهذا الثابت لو كان موجب حروح راسمه هنا، مثلا هنا واي تساوي ثلاثة، أو هنا عند الثلاثة. طب لو قلت واي يساوي سالب ثلاثة، حيبقى هنا واي تساوي سالب ثلاثة، أروح عند سالب ثلاثة وأرسم هذا الخط. طبعا هذا الكلام حننفذه هنا. طيب برضو لما نريد نرسم هذا المقدار، هذا المقدار اللي هو واي تساوي، او اف اكس تساوي، اف اكس اور واي تساوي 2 اكس ماينس 2. طبعا هذا عباره عن مستقيم، ما فيه تربيع هنا، خلاص مستقيم خطي هذا. طيب لرسم المستقيم، اي مستقيم نريد نرسمه نوصل بين نقطتين، نحصل على مستقيم. طيب كيف نرسم المستقيم؟ طبعا انا قلتها لكم في المحاضره الماضيه، لرسم المستقيم نحتاج نقطتين، تقاطع مع محور إكس، أو نقطة تقاطع مع محور إكس. إزاي نحصل عليها؟ نقول نضع واي بصفر، نضع هنا واي بصفر، إذا حيبقى واي بصفر، هنا عندي 2 إكس ماينس 2، ونحل هذه المعادلة، هنقول السالب 2 للطرف الآخر،
إذا حيبقى عندي 2 يساوي 2 إكس، أقسم الطرفين على 2، ومن هنا يعطيني إيه؟ 2 تروح مع 2، 2 مع 2، يبقى إكس يساوي 1. إذا المستقيم حيقطع محور إكس عند إكس بواحد. إذا نقطة تقاطع مع محور إكس اللي هي إيه؟ إكس بواحد واي بزيرو. وإحنا قلنا هنا نضع واي بزيرو. طيب للحصول على نقطة تقاطع مع محور واي نضع اكس بصفر. يلا تعالوا حنضع هنا اكس بصفر، حيبقى واي يساوي 2 في صفر ماينس 2. حضرب هنا حيبقى 2 في صفر بصفر، يتبقى معايا ايه؟ سالب 2. اذا نقطة التقاطع مع محور واي حيبقى عندي ايه؟ حتبقى واي ب سالب 2. طيب لكن احنا في الحقيقة ايه؟ حيبقى واي حيبقى واي ب واي. طيب في الحقيقة احنا نحتاج هنا ايه؟ حنحتاج الرسم في منطقة محددة، اللي عندما اكس اكبر تساوي 2 وعندما اكس اقل من 2. طيب احنا هنا تعلمنا نقاط التقاطع مع محور اكس ومع محور ايه واي. طيب بشكل عام، يعني هذه بشكل عام لما نريد نرسم مستقيم، ولما نريد ايه لما نريد نرسم ثابت بشكل عام. طب نجي لمسألتنا، مسألتنا بعد إعادة التعريف أصبحت بهذا الشكل، أو f of x تساوي 2x ماينس 2 عندما x أكبر أو تساوي 2، وتساوي 2 عندما x أقل من إيه؟ من الاثنين. طيب نروح نعمل جدول، هذا الجدول حأخذ القيم التالية. طيب مثلا عند اكس بصفر، اكس بصفر الواي بسالب، الواي بكم؟ عندما الاكس بصفر الواي باثنين. احنا مطلعينه كم؟ سالب اثنين. نشوف بس نتأكد من في الحقيقة. خلينا احنا ايه النقطة اللي حنبدأ منها ايه؟ اثنين. حبدأ من هنا. فلو اكس اكبر او يساوي اثنين، طب لو تساوي اثنين حيبقى ايه؟ اثنين في اثنين بأربعة، أربعة ماينس اثنين حيدي لي كام؟ حيدي لي اثنين. إذا لو بدأنا من عند النقطة اثنين، طيب لانه تهمني هذه النقطه اثنين لانه حيكون فيها التغير. طب لو اكس بثلاثه، لو اكس بثلاثه حيبقى ثلاثه في اثنين سته ناقص اثنين حيبقى ايه اربعه، وهكذا. طب نجي من اقل من اثنين، طبعا انا المناقشه اللي ناقشتها هنا عامه، هذه كيف نرسم مستقيم زي هذا المستقيم، كيف نحدد نقاط التقاطع. لكن الآن لما نجي نحدد النقاط اللي في الجدول، ننتبه لحاجة مهمة. أي قيم أكبر أو تساوي 2 أروح أعوضها هنا. يعني لما أكون جدولي من حد 2 فما فوق أعوض في الفرع الأول. في الفرع الثاني القيمة ثابتة. يعني لو إكس بواحد الناتج باثنين، لو إكس بصفر الناتج باثنين، لو اكس بسالب واحد الناتج باثنين، لانه ثابته. اذا لو اخذت قيم اقل من الاثنين الناتج دائما بايه؟ باثنين، لانه عندي ثابت كونستانت. طب سالب اثنين باثنين، التغيير حيكون ايه هنا؟ التغيير حيكون في الناحيه دي. طيب الان نستطيع في الحقيقه، الان بالامكان نحن ايه؟ نرسم
للرسم ننتبه للتالي. لما نرسم زي هذه المسألة، عندي هنا إكس، عندي هنا واي، هقول هنا واحد واثنين، واحد واثنين، عندي اثنين، هذه اثنين واحد، أروح لهنا واحد اثنين، من حد أقل من اثنين، أو من حد أقل من اثنين الدالة حقي ثابتة اللي هو اثنين، اللي ذي الاثنين واي تساوي اثنين ثابت، يعني من حد أقل من اثنين الدالة بتاعتي ثابت، يعني أي قيمة ندخلها من هنا تظل الصورة واحدة، أو لاحظوا. لكن في حالة اثنين أكبر، يعني في حالة أو إكس ثلاثة، واحد تكون بإيه؟ بأربعة، إكس بأربعة، هيبقى أربعة في اثنين بثمانية، لو إكس بأربعة، أربعة في اثنين بثمانية، ثمانية في ستة، وهكذا. إذا حنحصل على هذا الخط. إذا هذا المنحنى اللي يمثل لي إيه؟ هذه الدالة المعطاة في مسألتنا. أكتفي بهذا القدر، بمشيئة الله في المحاضرة القادمة حنخذ دوال أخرى، حنخذ الدالة الأسية وخواصها ورسمها، وبعدين حنخذ الدالة اللوغاريتمية، وإن شاء الله بعد كذا حننطلق إلى مواضيع أخرى. أكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.